عودة لحضراتكم مرة أخرى ولسه مكملين حلقتنا، ومنورني ومشرفني النهاردة في حلقتنا من ملوك الصالات واحد من أساطير ونجوم كرة السلة السابقين لنادي الزمالك هو كابتن طارق سعيد. منور الدنيا كابتن طارق، شكرا يا يارا، برحب سعيدة بيكي جدا بتواجدك معانا أنا النهاردة. أسعد والله. في البداية لسه كنت بتكلم في بداية الحلقة إنه في حالة من التفاؤل إن النهاردة أنا عندي توليفة عاملة نتائج كويسة في الأدوار التمهيدية في البطولة الإفريقية أو في تصفيات البطولة الإفريقية. النهاردة لما بضم عليهم وهاب ياسر وعاصم مرعي ده بيخليني عندي تفاؤل أكتر. أنا أوريدي عندي محترفين بدأوا ينسجموا، كنا شوية مقلقين منهم إن هم مش أقوى حاجة في الكون، ولكن بدأوا ينسجموا، بدأوا يدخلوا مع الفريق، بدأ يبقى ليهم دور، بدأ كل واحد عارف دوره، غير أنس، غير كيجو، غير عمر هشام، إسلام سالم، أحمد، كل التوليفة دي. فلما تضم عليهم مهاب ياسر وعاصم مرعي اللي هم مش أغراب عن نادي الزمالك تحس إن في حالة من التفاؤل. شفت شايف عودة الاتنين دول إزاي؟ والله زي ما حضرتك قلتي، إضافة مهاب وعاصم هم قوة لا يستهان بيهم، وهم من ولاد النادي او الطيور المهاجره العائده، وبالذات عاصم مرعي اللي بقاله تقريبا 12 سنه او اكتر بياخد خاض التعليم في امريكا الاول في جامعه من جامعات امريكا، وبعد كده بدا سكه الاحتراف ما بين المانيا وليتوانيا وتركيا وكوريا الجنوبيه مؤخرا، وكان عامل سيزونز هايله في كل الدوريات اللي شارك فيها الحقيقه، من اعلى الستاتس اللي كانت في كل دوري بيشترك فيه. ومهاب اللي هو طلع مؤخرا خد منحه في جامعه هناك في امريكا، والحقيقه ديت كانت مشوار مش كبير قوي، بس هو في الاخر يعني فضل مصلحه الزمالك، او لما هم كلموه جديا عشان يرجع ينضم للفريق الراجل ما تاخرش. الاضافه ديت اضافه انا شايفها بلس القوام الرئيسي بتاع الفريق المصريين، زائد المحترفين اللي حضرتك قلتي ما كانوش احسن حاجه، بس قدرنا ان احنا نوصل لتوليفه انسجام الى حد ما كويسه في التصفيات بتاعه النايل كونفرنس اللي اتلعبت في القاهره. صحيح. فانا شايف ان الفريق كده مكتظ بالنجوم، ودي حاجه ايجابيه وسلبيه في نفس الوقت. ايجابيه طبعا لان كل واحد ممكن نقول يقدر يليد فرقه لوحده، وسلبيه ان الفرقه دايما المكتظه بالنجوم محتاجه مايسترو ليدر. او ليدر مايسترو او ليدر يقدر ان هو ينظم الرول او التاسك او المهمه بتاعه كل لعيب ايه، بحيث ما فيش حد يبقى بيلعب مع نفسه، جاي مع نفسه ان هو انا جاي جامد، انا السي في بتاعي الهيستوري بتاعي، فانا مفروض انا اللي جاي العب اكسب تايم، الفرقه انا اللي جاي، انا اللي جاي اكسب. ده للاسف هتبقى اخطر حاجه علينا هو نفسنا، ان لازم يحصل تنظيم ما بين القوام المصري والقوام الاجنبي والاثنين، الاضافه عاصم ومهاب، بشكل تنظيم فني عالي جدا، بحيث يبقى كل واحد عارف دوره، وباذن الله عن طريق التنظيم والتنسيق دوت والهارموني اللي لازم يخشوا مع الفرقه نقدر نوصل ان احنا نكسب البطوله ان شاء الله. يعني الوقت كافي لانسجامهم مع الفريق؟ ما احنا قلقانين من القصه دي. يمكن اللي مطمنا شويه ان هم اولاد النادي مش اغرب عن النادي. مهاب يمكن لحد وقت قريب هو مع الفرقه وعارف الدنيا ومش عارفه ايه. عاصم بقاله 12 سنه، فالوقت كافي لانسجام عاصم ومهاب، خاصه عاصم؟ مهاب زي ما سيادتك وضحتي هو مش سايب الفرقه بقاله كتير، الراجل لعب معانا السنه اللي فاتت البال وكان ليه دور كبير جدا في المكسب البطوله، فهو اوريدي لعب مع كل اللعيبه، والعنصر ده احنا مش قلقانين منه. صحيح. عاصم برضو في ميزه وعيب في الموضوع ده. الميزه ان هو راجل دماغه احتراف خلاص، هو اصبح زي اللعيبه الاجانب، بيتصرف على كل بيئه بيتحط فيها ومتغيراتها بيقدر ان هو ينسجم معاها بمتطلباتها، فبالتالي دخوله مع الفرقه مش هيبقى صعب قوي. صحيح. في ظل وجود اجانب كتير حواليه كمان ممكن بيفكروا بنفس المنتاليتي بتاعته. العنصر السلبي بقى ان عاصم دماغه مش تركيبه مصريه، المايند سيت بتاعه تركيبه اجنبيه، ده حقيقي يعني، هو راجل واحد زائد واحد بيساوي اتنين، فده ممكن ديت اللي هي تبقى الـ العقبة البسيطة في انسجامه، ان هو جايب مايند سيت اجنبي غير اللعب المحلي بتاعنا او المصريين، فهو ممكن يصطدم بديت. لكن يعني دايما اللي محترف بره زي عندنا نموذج كبير طبعا كابتن محمد صلاح في الدوري الانجليزي طبعا. هو راجل خلاص لعب بره كتير اوريدي، حياته منظمه بشكل معين، تمرينه بشكل معين، في حدود بيحطها ما بينه وما بين نظام التمرين، حياته كلها بشكل عام مش التمرين بس. فاحنا كمصريين عندنا ممكن يحصل
تجاوزات كتير قوي وخلط للامور ما بين التهريج في الملعب، عدم الالتزام، اللون الرمادي اللي ما بين الابيض والاسود، فدي ممكن اللي تحصل الكلاش البسيط اللي ما بين المايند سيت بتاع عاصم والاتموسفير بتاعنا عموما في مصر. بس انا بحس انه مثلا لو بنتكلم عن فريق الزمالك بحس انه في ناس كتير شبهه بنفس الاداء، زي انس، زي عمر هشام، زي شويه مهاب، الناس دي جادين قوي في الملعب، زي كيجو لما بيتحط والله في اطار، كيجو كمان بيدخل الاطار ده بسهوله جدا وبيلتزم، زي اسلام سالم. يعني انا بحس ان برضو لعيبه الباسكت مش من نوعيه اللعيبه اللي هي مهرجه شويه او مش واخده الحياه جد، او يعني بحس ان هم ملتزمين عموما. لا انا يعني مش بتكلم في المطلق ان 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 الفرقه ولاعيبه الباسكت عموما اكستريم في تسيب، لا خالص. انا بتكلم بس على جزئيه مايند سيت اوروبي او اجنبي بمصري. طبعا زي ما حضرتك وضحتي هو في عناصر عندنا فعلا مشابهه، انس، عمر هشام، مصطفى، مهاب بالشويه اللي قعدهم في الان بي اي اكاديمي والشويه اللي قعدهم في امريكا، فنقدر نقول ان هيساعدوا بعض. بالزبط. ده اللي انا براهن عليه. صحيح. ان هيشدوا بعض للاحسن. طيب شفت فتره الاعداد ازاي، وشايف انها كان مهم فتره الاعداد للمرحله اللي احنا رايحين لها، يعني ان احنا بنعد لمرحله النهائيات او الادوار النهائيه اللي هتكون في رواندا، شفتها ازاي؟ ومهم ان احنا نلعب وديات ولا مش مهم؟ فتره الاعداد الفتره اللي فاتت طبعا هم خدوا قسط من الراحه تقريبا اسبوع اعتقد، العيد بقى وكده. وبعد ما خلصنا اخر ماتش في الدوري برضو خدوا قسط من الراحه، وبعد كده العيد. بس انا يعني متابع ان هم شغالين بشكل جدي جدا. صحيح. بشكل يومي، وخصوصا بعد ما عاصم بدا ينزل من اسبوع معاهم التمرين، شكل التمرين اختلف تماما. بعد اضافه مهاب برضو شكل التمرين بيختلف اكتر للاحسن. زي ما حضرتك وضحتي مهم جدا 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 احتكاكات. جدا للاسف احنا دلوقتي في مصر تعتبر اوف سيزون، مفيش اي ماتشات وديه او فريندلي جيمز تقدري تعمليها مع حد، مفيش فرق جاهزه او مجمعه. فكان في اقتراح سمعته كده من بعيد ان ممكن في دعوه جايه في دوله الامارات ان ممكن يسافروا، بس اعتقد ان الوقت ضيق جدا ان هم، لان المفروض البطوله هتبدا 21، واحنا مسافرين 17 النهارده 17 فتسعة خلص كمان. الفكره دي انا سمعتها من حوالي 3 4 ايام، بس اعتقد ان هي غير قابله للنجاح لضيق الوقت، ولان اجراءات البطوله البال كتير جدا ومعقده جدا. طب ليه مثلا ما نلعبش مع الجزيره، سبورتنج، الفرق دي، حتى يعني لو ماتشات وديه يعني، حتى ولو حاجه هو للاسف حظنا ان هو احنا اوف سيزون، فكل الفرق دلوقتي في واخده اجازه اصلا، واخده اجازه. فصعب جدا ان اي فرقه تجمع لعيبتها عشان تلعب مع الزمالك والفرقه مش فت او مش توب فورم، فبالتالي يعرضوا لعيبتهم للاصابات. بالظبط. وهو اوريدي هيبقى لو عايز حتى يبدا السيزون بتاعه او الاعداد للسيزون بتاعه هيبقى بيبدا في 7، بيبدا في 7 وبيبدا باعداد بقى بدني كله، بيبقى مش بدني، مش هيبدا ماتشات وديه ممكن تضر بفرقته. يعني مش عارفين الدنيا ممكن تبقى فيها ايه. طيب احنا يمكن في كاس العالم للانديه لما تم الاستعانه من البدايه كده باللعيبه المحترفه، حسينا ان الدنيا مش احسن حاجه، كل واحد فيهم ظهر في ماتش ومش المستوى اللي يطمن وكده. لكن لما دخلنا في الادوار التمهيديه في بطوله افريقيا حسينا لا، ان هم الدنيا بقت احسن شويه، بداوا ينسجموا شويه او بدا يبقى ليهم دور اقوى شويه. وانت بتراهن على ده بإتجار سوسه، إتجار اصلا كان في البدايه خالص هو مش عارف يعمل اي حاجه مع نادي الزمالك، ولكن مع الوقت بدا ان هو يبقى بيقدر يسجل بوينتس كتير، بيقدر ان هو يبقى ليه دور فعال في الملعب. فتدرج المستوى اللي حصل للمحترفين ابتداء بقى من إتجار سوسه اصلا من بدايه الموسم، والمحترفين اللي جم في كاس العالم للانديه، وبعد كده الادوار التمهيديه في البطوله الافريقيه، وصولا بقى ان شاء الله للادوار النهائيه، انت حاسس ان في تدرج في المستوى للاحسن؟ هو في تدرج انسجام. انا متفق مع حضرتك 100%. ورجوعا لموضوع سوسه اللي هو بيلعب هنقول في الماتشات الدوليه احسن من الماتشات المحليه، هو لان فعلا اللعيب مظلوم، هو اللعيب مش بوينت جارد ومش لعيب بيقدر ان هو يخلق اللعب. هو لعيب بيلعب جناح، ظهر في البطوله في التصفيات بتاعه افريقيا اللي في النايل كونفرنس في مصر، لان كان في لعيبه جنبه بتخدم عليه وتودي له الكوره جاهزه او مقشره زي ما نقول، فبالتالي بيقدر ان هو ياخد الشوطه بتاعته اللي هو البرسنتج بتاعته عالي فيها وبيسجل. فظهر بمظهر
كويس جدا، واللي انا اتوقع ان هو هناك ان شاء الله في كيجالي في رواندا هيظهر برضو مظهر ان شاء كويس. الله. بالنسبه لتدرج المستوى، هو بشكل فردي تدرج زي ما حضرتك قلتي، ان في ماتشات كل واحد بيظهر في ماتش بمستوى عالي قوي، ما تلاقيش ان الاداء الجماعي كله ثابت في شكله بشكل واحد في كل الماتشات على حده. تلاقي مثلا ايك ظهر في ماتش او ماتشين، بتلاقي ماكيني ظهر في ماتش، بتلاقي ادجار ظهر في ماتش، ستروبري في ماتش، ستروبري ظهر في ماتش اللي هو كان الماتش اللي قبل الاخير. فده برضو دي حاجه ممكن تبسطنا ان هم بداوا خلاص ينصهروا شويه، بس ستيل برضو مش من خلال التيم وورك بتاع الفرقه. واللي احنا لغايه دلوقتي مع اننا عدينا اول مجموعه النايل كونفرنس، بس عندنا مشكله كبيره جدا في الديفنس، في الدفاع. مفيش تيم ديفنس او دفاع فريق متكامل بيقدروا يشتغلوا مع بعض ضد اي فرقه الحقيقه، بدليل ان اخر ماتش دخل فينا حوالي فوق 90 بونت، فوق 90 نقطه، اللي هي دي كارثه. اوكي كسبنا كتير. احنا جبنا كتير بس جه فينا كتير. فمعنى كده ان في مشكله فعلا دفاعيه. المشكله الدفاعيه ديت ممكن تمشي في ماتشات وممكن في ماتشات تانية لا، يبقى عندهم هجوم اقوى مننا. خليني احاول اخش معاك فنيا سنه كده. انا مش انا جاي عشان انا مش بتاعت باسكت، بس اخش شويه اعمل نفسي فاهمه كده. احنا ربنا يخليك، احنا مشكلتنا دفاعيا بتتمثل مثلا في الشوت من تحت الباسكت او التو بوينت، ولا بتتمثل في 3 بوينتس؟ يعني انا بحس انه يمكن احنا بنبقى مش سايبين مساحه قوي، انت اكيد هتحاول تفهمني. مش بنبقى سايبين مساحه قوي انه، او سايبين للاعب مساحه قوي ان هو يقدر يشوط ال 3 بوينت. احنا عندنا مشكله في ده ولا في ده ولا في الاثنين؟ كويس قوي السؤال ده، مهم جدا بجد. في والله لا مهم والله جدا، والله العظيم انا قلت حاجه كويسه. لا انت اديتيني فرصه ان انا اوضح حاجه مهمه جدا للناس. في حاجه اسمها انديفيدوال ديفنس، دفاع فردي، وفي حاجه اسمها تيم ديفنس. اوكي. انا ممكن التطبيق الاستراتيجي بتاعت الدفاع اللي هم حطوها ان يبقى الموضوع الزامي، ويبقى واللي مش هيطبقه يخرج يقعد جنبي. لسه هقول لك حالا على لساني، اللي مش هيلتزم بواجبه الدفاعي في الروتيشن الديفنس اللي هيتعمل والتغطيات على بعض، تعالى اقعد جنبي. ساعتها اللعيب هيكبر انه لازم ينفذ كده. صحيح. هيبقى قلقان على تواجده في الملعب. بالزبط. انا النهارده مهما كانت نجوميتك ومهما كان تاثيرك الهجومي بالظبط، انت لو ما دفعتش انا يعني هطلعك تقعد جنبي، لان انت كده هتبقى بتمثل لي 50% في الملعب، ويا ريت 50% انت ممكن تبقى بتضيع كمان في على الباسكت. فبالتالي انت ما وصلتش حتى لنسبه 20 او 30%. انت وصلك القصه كلها الفنيه شفت بقى ادوني مساحتي بقى، ادوني فرصتي اكتر من كده. مين شايف ايه المطلوب من الجهاز الفني يا كابتن طارق ومن اللعيبه علشان يقدر يحافظ على اللقب الافريقي؟ مطلوب منهم طبعا احنا قلنا الواجب الدفاعي خلاص اتناقشنا فيه. التركيز على تحديد التاسك بتاع كل لعيب، لان اللعيب الفرقه دلوقتي مكتظه بالنجوم. دي حاجه مؤشر كويس زي ما وضحت. ويعني وعلى سبيل المثال كنت بتكلم فيها قريب، الجيل بتاع كرة القدم 92 منتخب او فريق الاحلام، كابتن احمد الكاس وقاسم سعيد طبعا كان فريق احلام، ما كانش معرض ابدا ان هو ممكن يحصل له اي كبوة. فلازم التنظيم، التنظيم والتأكيد على الادوار الدفاعية والهجومية عشان ما يبقاش فيه حساسية نفسية ما بين النجوم اللي موجودة في الفرقة، ما بين وقت اللعب، لان انت عارفه الموضوع ده ممكن بيفرق كتير عند لعيبه. التايم بلايد اللي هو لعيب جاي مثلا جاي وعارف ان هو متشال على الكتاف وهيلعب كتير، وجاي يلعب يلاقي نفسه بيلعب وفتره مش هو متوقعها، فبالتالي نخش في حته نفسيه اكتر. ممكن تاثر بالسلب، فده محتاج طبعا تحديد ادوار، يبقى كل لعيب نازل متفاني ايا كان التايم اللي هيلعبه. وطبعا دي مسؤوليه، بس وارد مهما كنت نجم تكون في الداي اوف بتاعك، فمش انا مش مضطر اسيبك في الملعب. كويس، بس هل انا كلعيب هقتنع بالكلام دوت؟ انا هقتنع ان انا لا سيبني انا هجيب نفسي، سيبني انا هجيب نفسي، فبالتالي هدخل نفسي في دروب نفسي شويه. ممكن ياثر بالسلب عليا انا اول واحد، وبعد كده طبعا تبعيا بالفرق. فالموضوع محتاج شخصيه قياديه من المدير الفني كوتش ويل، تحديد ادوار ومهام. لازم الكل اللعيبه، وانا بقولها لهم كلهم، كله يحترم القرار ايا كان ايه، لان هناك ما فيش وقت، هما هناك 3 ماتشات. نوك اوت، ماتش دور ان شاء الله الثمانيه نتخطاه، ماتش دور الاربعه، ماتش النهائي. فما فيش وقت للموضوع دوت انه يحصل،
ان شاء الله يبقى في قياده حكيمه منه، اللعيبه نفسها تبص للهدف الاسمى اللي هو البطوله، واللي انا شايفها ان شاء الله كحامل لقب قريبه منا جدا، وخصوصا مع انباء كده ترددت النهارده على ان كان في اجتماع النهارده ما بين الان بي اي والفيبا لمناقشه بعض البنود، منها بند ان ممكن بطل النسخه يشارك كبطل في النسخه اللي جايه. فدي لو تحققت وخدوا بيها قرار طبعا هتبقى لازم نموت على البطوله دي. طبعا طبعا، لان انا كده هبقى متواجد النسخه اللي جايه الثالثه على التوالي. بالظبط بالظبط. طيب، وده هيخلي ان مثلا الزمالك يبقى موجود النسخه اللي جايه وحد تاني فريق مصري يطلع ولا؟ بالظبط، هما كل سنه بيبقى في اجتماعات مشتركه ما بين الفيبا انترناشونال وما بين البال اللي هم ممثله على الان بي اي لمناقشه المتغيرات كلها اللي بتحصل. المتغيرات ديت منها البند، لان انا من سيزون 1 اللي هي بال 1 انا على طول بكلمهم على موضوع البطل، حتى بعد ما كسبنا كلمتهم قالوا لسه هنعمل اجتماعات وهنناقش، بس الفكره مطروحه اللي هي ان البطل الحامل اللقب، لكن الزمالك السنه دي مشترك مش كحامل اللقب، كبطل الدوري. كبطل الدوري السنه اللي فاتت، لكن المره دي انت ما خدتش الدوري، فانت شغال على امل انك تكسب عشان تبقى موجود. بالظبط، ويتاخد مع بطل الدوري. بالظبط كده، هي الفكره موجوده من سيزون 1 في البال، وسمعت ان هم ناقشوها النهارده جديا ان هو الحامل اللقب ان شاء الله السنه دي يشترك. وفي متغيرات كتير ممكن يزودوا عدد الفرق، خلي بالك يعني مش لازم يبقوا 12 فرقة، ممكن يبقوا أزيد من فرقة، هما كانوا بيناقشوا المواضيع دي كلها. تمام تمام. طيب انت شيء، انت برضو واحنا بنتكلم يا كابتن طارق اتكلمت في فكرة ان انا النهاردة علشان احقق انه الفرقة مليانة نجوم، مليانة ناس ممكن يزعل انه ما بيلعبش او فده مش دور بس الليدر اللي جوه الملعب، لا كمان الجهاز الفني ليه دور في القصة دي. طبعا، صح كده؟ طبعا. طيب مين من اللاعبين اللي انت متوقع انه يكون نجم في البطولة او نجم البطوله؟ هم كلهم نجوم طبعا. كلهم نجوم ولاعيبه على اعلى مستوى، والواحد الحقيقه يعني بشكل شخصي حاطط عليهم امال كتير، يعني مش هتحصل ان شاء الله، تحصل كتير بس مش هتحصل تركيبه حلوه قوي كده زي اللي ان شاء الله هتسافر في البال، ونتمنى بعد في السيزون اللي جاي يفضلوا هو نفس القوام دوت ونزود عليه في التعاقدات اللي الاداره ماشيه فيها بشكل جميل جدا بنسمع عنه. وهاب ياسر سمعت انه بيخلص. انا طبعا مش قادر ان انا اتكلم او اتكلم كلنا والله مش عايزين نقول انه اكيد، بس مش قادر اقول اكيد لان الناس بيحاولوا يعني. انا مستني بالظبط بيانات رسميه على بشكل شفنا رسمي. كلام كتير ولكن فعلا احنا ما بنقولش هنا غير الرسم. بالظبط، ولكن اللي نقدر نقوله ان في مفاوضات جديه من الاداره مع مهاب ياسر، وبالتالي اكيد ممكن يبقى في مفاوضات كمان مع عاصم مرعي بعد البطوله. في فرصه عاصم فري ولا في؟ بس عاصم عنده موضوع كومبليكيتد شويه، معقد بتاع الجيش اللي انا ما عنديش فكره اوكي ايه اللي هيحصل فيه. اوكي اوكي، دوت مرتبط بتجديده السنه الجايه. بالظبط. طيب خلاص، شايف مين هيكون مفاجاه البطوله؟ مفاجاه عاصم. هو عاصم مش مفاجأة، لا عاصم كويس. لا بس يعني هيدي متعة للبطولة. عاصم لعبه ممتع، وجوده هيدي متعة للبطولة. يمكن محدش شافه كتير أو بيشوفه فيديوهاته كل حين وآخر بينزله، عشان كده بقول لكن عاصم لعيب ممتع. ممتع يعني، ولعيب ذكي جدا. هو الحقيقة يعني بلاي ميكر في بوزيشن بيفوت، وراجل هتستمتعي بلعبه، الفوت وورك بتاعته والذكاء بتاعه تحت الحلقة، فهيبقى ممتع، وإضافة طبعا قوية جدا مع أنس. فالاثنين ومعاهم مصطفى مكاوي ومهاب وعمر هيقفلوا الحلقه بالزبط. ان شاء الله يعني باذن الله، ده اللي انا متوسم فيهم مع ايك النيجيري. طبعا بره عندنا قوه لا يستهان بها، عمر هشام من ارجل اللعيبه اللي في مصر. صحيح. مهاب ياسر، اسلام سالم، احمد حاتم. احمد حاتم ان شاء الله، انا لسه مش عارف برضو القايمه النهائيه مين اللي هتسافر. بس اي واحد اعتقد هيسد في المركز، ومش قادر اقول مفاجاه لان كله ظهر بمستوى كويس قوي. هو هقول لك ليه بقول مفاجاه او ليه امتاع، لان احنا بقالنا كتير قوي ما بنشوفش عاصم غير يمكن مع المنتخب شويه كده ولا شويه، ده ولا عاصم حتى اخر حاجه لعبها من 2014 بالظبط. فانت فعلا انت محتاج تتفرج على المتعه بتاعت عاصم مرعي، فيمكن ده اللي هيكون المفاجاه في الموضوع. مش هينفع نقول انس ولا مهاب هيبقوا مفاجات، لان دول ناس احنا واخدين على متعتهم في اللعب ونتفرج عليهم كتير. هو فيمكن ده قصدي. هو عاصم هيبقى حاجه جديده علينا. بالظبط، حاجه ممتعه. وللاسف هننبسط جدا ان شاء الله، يعني ان شاء الله ربنا يكرمه ويوفقه ويوفق الفرقه. هننبسط جدا بحيث ان احنا هنظبط فيه اكتر. بالظبط، ومش هنفتقده ان شاء الله. يا رب نقدر نخلص معاه وما نفتقدوش. مين الفريق اللي هيكون منافس قوي للزمالك في البطوله؟ هو الحقيقه
السنه دي ممكن تبقى معكوسه عن السنه اللي فاتت. احنا السنه اللي فاتت قابلنا في السيمي فاينال بترو لواندا، وفي الفاينال قابلنا المونستير التونسي. فالسنه دي هتبقى معكوسه. طبعا احنا كل ماتش لازم يبقى ليه اهميته، لان احنا قلنا دي ماتشات نوك اوت بخروج المغلوب. بالزبط. اول ماتش عندنا مع الفريق الغيني، فريق محترم. سلاك. سلاك ده ماسكه المدير الفني اسمه زيلكو. زيلكو ده كان مدير المنتخبات المصريه. اوكي. سنه 2012 و13. اوكي. فريق محترم لازم نحترمه طبعا. وندي الماتش اهميته عشان نتخطاه ونطلع للكسبان من المونستير وكاب تاون الجنوب افريقي. اوكي. واللي طبعا نسبه المكسب كلها اعتقد للمنستيري. رايحه للمونستير. فاحنا كده هنفترض ان شاء الله ان احنا تخطينا الغينيا وهنطلع نلعب المونستير في السيمي فاينال. المونستير فريق محترم جدا، فريق قوي. ممكن نقول من وجهه نظري ان هم السنه اللي فاتت كانوا اقوى، كانوا سكواد اقوى فعلا. وكانوا منافس قوي جدا وشرس جدا. طبعا. بس السكواد بتاعهم فقد اكتر من 2-3-4 لعيبه ده في مصلحتنا، مؤثرين في مصلحتنا. بس ستيل هو بطل الدوري التونسي. صحيح. وستيل فريق ليه هيبته. هو لا يستهان بيها يعني. ليه هيبته. فلازم نديله احترامه وان شاء الله نتخطاه. واعتقد وبعد تخطيه بقى هيبقى الفاينل هيبقى اعتقد ما بين ريج اللي هو الفريق الرواندي. اللي هو صاحب البلد، صاحب الارض، صاحب الارض، او بيترو لواندا. بيترو لواندا الانجولي. وريج هو على فكره هو اول المجموعه الثانيه اللي هي صحارى. اوكي. هو اولها. اوكي. بس هم هيتقابلوا في دور القبل. بيترو دي لواندا احنا قابلناهم. احنا قابلناهم هنا. فده مش خايفين قوي. بس فريق محترم. صحيح. فريق بس هو الخوف منظم. يعني انت الخوف هيبقى من المانستيري وريج. احنا نتخطى المانستيري. لان ده كان الفاينل بتاعنا في بال 1. وكان ماتش قوي جدا طبعا. وعملنا فيه ريمونتادا. احنا عملنا ريمونتادا وكسبنا في الشوط الرابع. الرابع يعني في الاخر خالص. صحيح. واحنا كسبانين. انا فاكر انا كنت قلقان. ايوه. لا انا وكابتن سمير وكابتن ياسر والجهاز الفني كله احنا قاعدين قلقانين لحسن يعملوا كومباك علينا تاني. لان فريق محترم جدا. طبعا. فبالتالي السيمي فاينال هيبقى ماتش لا يستهان بيه وان شاء الله نتخطاه ونطلع. اعتقد يعني هي ممكن تبقى بيترو لواندا تاني. لان هما فريق مش منظم. ما هو صاحب الارض طبعا وفريق محترم. بس بيترو لواندا اتقل شويه. فريق منسجم جدا بغض النظر ان احنا كسبناه هنا وكان شكلنا حلو. بس فريق لعب مع بعضه كتير. اللعيبه تقيله قوي. منتخب انجولا اصلا ما اعرفش الاضافات اللي هما ممكن يبقوا عملوا اضافات ولا لا الفتره اللي فاتت ديت. ان في بند بتاع تغيير واحد من اللعيبه كلها من بره القايمه. فما اعرفش ممكن يبقوا عملوا صفقه تقلت الاسكواد بتاعهم ولا لا. اخيرا عشان وقت برنامجنا، حظوظ الزمالك ايه في الاحتفاظ باللقب؟ حظوظنا كبيره جدا كبيره جدا مع اداره الامكانيات بتاعتنا بشيء من العقل والتنظيم ومع التدعيمات اللي الاداره دعمت بيها. التدعيمات ما فيش اجمل منها. يعني انا بشكر الاداره بصراحه على التدعيمات اللي عملتها دي. صحيح صحيح. كابتن طارق شرفتني ونورتني وكنت سعيده جدا بتواجدك معايا. وكالعاده بنقعد نتكلم كده في الفنيات وعندك طاقه تفاؤل كده وامل حقيقي بحبها جدا يعني. ربنا اشكرك يا كابتن طارق. اشكرك جدا. متشكر. ودي كانت حلقتنا مع كابتن طارق سعيد نجم الزمالك السابق لكره السله. وان شاء الله ان شاء الله يعني نتوج بالبطوله الافريقيه بإذن الله مع التوليفة المحترمة اللي موجودة ومزيد من الإنجازات لفرق الصلاة والكرة القدم بالتأكيد. أشوف حضراتكم الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من ملوك الصلاة في نفس الميعاد. سلام عليكم.